السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الزيتون الاسود اللي كيوجد في مده 3 ايام راه كيكون حلو وجاهز للاكل. وهذا الزيتون هذا فوقاش كنصوبوه في الوقت نتاع الجنين ديال الزيتون اللي راه الزيتون باقي في الشجر. احنا باقيين كنجنيو الزيتون ولكن كتجينا ديك الشهوه. هنا الزيتون ديالنا راه واجد للاكل. وهذا الزيتون هذا حتى الناس اللي دايرين الريجيم وما كياخذوش الملحه راه يمكن لهم ياكلوا هذا الزيتون. باش ناكلوا الزيتون يعني في مده 3 ايام كيكون الزيتون ديالنا واجد جاهز للاكل. وإلا بغيتوا تشاهدوا الفيديوهات نتاع الزيتون على عده طرق: الزيتون ديال البرميل، الزيتون ديال الخنشه، الزيتون الاسود هو مشرمل بالشرموله، المدقوق، المشقوق، البنفسجي يعني الاحمر، كلهم الطرق راه عندي على القناه. هنا كنديروا هكا زيت الزيتون وكنغمروه بزيت الزيتون. وهذا زيت الزيتون راه ما كضيعش. فاش كنبغيو نتناولوا الزيتون ضروري ما كنتناولوه بالزيت. هنا القنينه ديالنا راه حنا كنسدوها وراه يمكن لها تجلس معنا هذه القنينه حتى اكثر من شهر. الا درناه في الثلاجه، هنا بلا ثلاجه، الا درناه في الثلاجه راه كيبقى لنا المده اللي بغينا كنلقاو فيها الزيتون. انا قلت لكم الطريقه سهله وحصريه على القناه. هكا كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. والى عجبكم المحتوى ديال القناه خليو ليا جيم وشكرا. هذه زيت الزيتون عروانه. الا بغيتوا تحضروها راه عندي طريقه التحضير على القناه. هذا زيت زيتون عروانه كنديروها بهذا الزيتون هذا اللي كيكون هكا باقي خضر، كيكون خضر وكيكون قاصح، به كنحضروا زيت الزيتون عروانه راه ناجحه 100%. وعندي على القناه تحضير زيت الزيتون الخاصه بالجميل والخاصه بالشعر. المقادير وطريقه التحضير غتلقاوها على القناه. هنا عندي الزيتون مخلط ولكن انا غادي نحتاج غير الزيتون الكحل، ما غادي نديرش هذا الخضر وما غادي نديرش هذا الاحمر. هذا الخضر هذا كنديروه مدقوق، هذا كنديروه مدقوق. الا بغيتوا الطريقه ديال التحضير ديالو راه عندي على القناه. هذا الاحمر هذا اللي كيكون مخلط احمر وخضر، هذا كنقولوا له الزيتون المشقوق. هذا كنشقوه، هذا كندقوه، هذا كيدق وهذا كيتشق. المقادير وطريقه التحضير راه عندي على القناه. هنا الزيتون ضروري ديالنا كنحيدوا له هاد العويات، كنحيدوا ديك الوراق اللي كيكونوا، كنحيدوا بحال دابا كان شي حبه تكون طايبه هاريه كنحيدوها. وكنديروا الزيتون ديالنا هكا في واحد البانيو وكنغسلوه مزيان. كنقدروا نبدلو عليه الماء حتى جوج او ثلاثه د المرات يعني حتى كيولي عندنا الماء هكا بيض. هنا كنديروا في واحد الشبكه. هنا كنجيبوا واحد البلاستيكه الخاصه بالمجمد وغادي نديروا الزيتون ديالنا. غادي نحاولوا نخرجوا هذا الهواء هذا. نسدوها وغادي ندخلوها للمجمد. هذا هو السر ديال الزيتون ديالنا باش كيطيب لنا دغيا دغيا. غادي ندخلوه للمجمد، غادي نخليوه 48 ساعة عاد نرجعو له. من بعد 48 ساعة انا رجعت لكم. جبدنا الزيتون ديالنا اللي درناه في المجمد، كنا كنجبدناه راه كنخليوه حتى كيدي كونجولا. هانتوما تشوفوا الزيتون ديالنا فاش كيدي كونجولا راه كيولي رطب، ما كيبقاش قاصح كما درناه اول مره. هنا دابا غادي نديرو في واحد الشبكه هانتوما تشوفوا راه فاش خليتو دي كونجولا راه بدا كيطلق هذا المرجان. هذا المرجان هو اللي كيكون كيعطينا المروره الزيتون.
هنا الزيتون ديالنا راه طايب نص طياب. هانتوما تشوفوا الزيتونه كي دايره، باقي العظم، العظم ديالها باقي خضر، هانتوما تشوفوا العظم ديالها باقي بيض. هنا الزيتون ديالنا راه يمكننا نتناولوه هكا لانه راه طايب نص ديال طياب، هو مازال فيه المروره، ولكن هذيك المروره راه هي اللي صحيه، وكتاكلها كتدي الطيبه ديال الزيتون. بعض الاشخاص اللي ممنوعين من الملحه بصفه نهائيه، يعني ما خصهمش ياكلوا كاع الملحه، هنا الزيتون ديالنا كنديروا له الزعتر، كنديروا له هكا الزعتر، هانتوما تشوفوا المرجان اللي طلق. هنا فاش كنديروا له هذا الزعتر هذا كيبقى لنا جوج الاختيارات، الا حنا بغينا نتناولوه ديك الساعه رحنا كنتقلوه هكا بشي حاجه كتكون ثقيله، كنغطيوه بواحد الزويف وكنديروا عليه شي حاجه ثقيله، ما حدنا دايرين عليه هذيك الثقل هو كيطلق لنا المرجان. هذه بالنسبه للناس اللي ممنوعين من الملحه بصفه نهائيه، وراه يمكننا الزيتون ديالنا لان الملحه هي اللي كتحافظ لنا على الزيتون ما يخسرش ما يغمرش. هنايا شنو كنديروا له؟ كنديروا له هذه الطريقه هذه، وكنعاود ثاني نردوه في بلاستيك الغذائي وكنديروه في المجمد القياسات، مثلا ندير واحد زليفه بزليفه ولا المهم كنديروا كميه قليله، باش فاش كنتشهاو الزيتون او كنبغيو الزيتون كنجبدوه وكنقدموه في المائده مع الزيت البلديه. بالنسبه للمتابعين اللي الحمد لله بصحه جيده، رحنا كنديروا له القليل القليل من الملحه، يعني هنا فطر ما عندنا حتى شي حد ممنوع من الملحه، كندير له بحال دابا هنا عندي كيلو ونص، غادي ندير له معلقه ديال الملحه تكون كبيره ولكن ما تكونش بالقبه، بالغرام عندي 30 غرام ديال الملحه الخشنه. الملحه حنا كنقولوا لها الملحه الحيه، وكاين اللي كيقول له الملح الخشن. هنايا كندير هكا، ما كنكثروش لان الزيتون عندنا حلو. هنا دابا كيبقى لكم الاختيار، بغيتوا تخليوه في هاد الشبكه وتقلوه بشي حاجه ممكن. هنايا كناخذوا هاد الاكياس هادو اللي كيكونوا ديال تقبيه، ومن الاحسن يكون هكا بيض، كيكونوا كيدوزوا بحال دابا الا درت فيهم الزيتون. هانتوما تشوفوا بالنسبه انا عندي الكميه قليله، راني درتها غير في هذا الصويك هذا، ولا كانت عندكم الكميه كثيره يمكن لكم ديروها في ديك القفه نتاع الرافيه، ديك القفاف ديال اللي كنتقداو فيهم، يمكننا نديرو حتى في ديك الخناشي اللي كنشريو فيهم الرز، اللي كتكون نشريو فيهم الرز، حتى هما كيدوزو هكا، كيدوزو ديك السائل اللي غادي ينزل. هنا كنديرو لها هكا، هانتوما غادي تشوفو المرجان اللي غادي يهبط منها، كنعقدوها هكا، يعني غير كنجمعو لها هذا الفم ديالها تاع الخنشة، وغادي نحطوها، وكنحاولو نتقلوها شي حاجه كتكون ثقيله. انا عندي هذا البيدو ديال الزيتون، هذا الزيتون اللي غادي نديرو مربج، كي تيقولوا له كاين الزيتون المدقوق المشقوق مسلله المشرمل، وهذا ان شاء الله هانتوما كتشوفوا راه عندي مخلط فيه الخضر، فيه الصفار، فيه هذا البنفسجي، فيه هذا المخلط هذا، هذا كنديروه كنقولوا مربج، حتى هو كيطيب لنا في واحد الوقت قصير. هنا بعد ما دازت 10 ساعات، وفي ديك 10 ساعات راني تقريبا نقول لكم قلبته ما بين 4 حتى 5 د المرات، كنكون متقلاه كنعاود ثاني ندير له هكا، وكنعاود نتقلو، كنعاود ندلبو على الجهه الاخرى وكنعاود نتقلو. هانتوما تشوفوا، وهذا المرجان هذا اما كنكونوا دايرين الاناء اللي عندنا فيه الزيتون كنكونوا دايرينو هكا عالي وباش المرجان ديالنا كيهبط، ولا كنا دايرين بحال هكا طبسين بحال كيما درت انا نوبا كنقصو من ديك المرجان باش ما يقصناش الزيتون ويبقى فيه. هنا هانتوما تشوفوا اول مره
المرجان ديالنا كان خفيف، كان ديك السائل ديال المرجان خفيف. دابا فهاد الخر هذا هانتوما تشوفوه يعني كيولي ثقيل. هنا الزيتون ديالنا هانتوما تشوفو، شوفو حتى الزيتونة راها تكمشات كأنها عندنا ليها أكثر من شهر. شوفو الزيتون ديك التثقيلة اللي تقلتو، شوفو الزيتونة كيولات مكمشة. كان الوالد الله يواليه برحمة الله ويرحم والدينا ووالديكم، كان وقت الزيتون كان كيجيب لنا الزيتون بكمية كثيرة، كيجيب الزيتون في ديك القفات، كيقولوا لهم ديك القفات الترابية، ديك القفاف ديال الدم، ولكن ديك الكبار ماشي ديك القفيفات الصغار. كيجيب الكحل، كيجيب الخضر، الخضر كيجيبو مخلط الخضر والحمر، عاد كنعزلو حنا باش كنقادوه، والكحل فاش كان كيجيبو غير كيجيبو كيقول لك دابا كيبدا كيعزل ديك الحبات اللي كيكونوا شويه رطب، وكيقول لي هاكي كيعطيهم لي، كنغسلهم كيقول لي رشيهم بالملحه، كنرشهم مليحه غير شويه ديال الملحه، ديك الساعه كنبداو نتناولوهم. من ديك النهار اللي كيدخل عندنا الزيتون للدار، ديك النهار الله يرحمه خصو ياكل منه. ايوا الله يرحم الجميع.